اليوم تم التصويت على لجان مجلس النواب التي هي بداية عمله التشريعي والرقابي، ومهمة جدا. تم التصويت على 25 لجنة. الخطوة الثانية هو توزيع النواب على هذه اللجان، ولكن في تقديري لم يكن يعني وفق المعايير معينة المهنية الكفاءة، إنما ربما يكون التوزيع سياسيا أكثر ما هو مهنيا. حتى موضوع الرئاسات والنواب الرئيس والمقررين هو التوزيع يعني وفق الاستحقاقات الانتخابية، وتوزيع سياسي أكثر ما هو مهني. أنا أعتقد أن اليوم يعني إذا نريد أن نفعل مجلس النواب في دورة التشريعي وفي دورة الرقابي ونجعل من هذه الدورة متميزة، يجب أن نعتمد المهنية والكفاءة في توزيع النواب على الكتل السياسية.